تحية صباحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. بداية، قام أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بزيارة الشيخ حسان المشرف على المدرسة القرآنية إن زجمير بأدرار، والذي يتلقى العلاج بمستشفى عين النعجة العسكري حيث اطمأن على صحته. كما زار رئيس الجمهورية عائلة ناصر عرار الفلسطينية من غزة، والتي تتلقى العلاج بمستشفى عين النعجة العسكري. بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، شارك وزير شؤون الخارجية وجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في أشغال دورة 61 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالعاصمة المصرية القاهرة. وفي كلمته بالمناسبة، أكد عطاف أن المرحلة الراهنة تقتضي إجراء تقييم موضوعي لمدى استجابة الجامعة العربية لاستنجادات واستغاثة الأشقاء الفلسطينيين ومدى الوفاء بالالتزامات التاريخية تجاههم، وهم يواجهون نكبة أخرى بعد النكبة الكبرى. عطاف شدد أن الجزائر، وبتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، جعلت من القضية الفلسطينية شغلها الشاغل وعنوان جميع تحركاتها منذ انضمامها إلى مجلس الأمن، وهي مصممة على مواصلة جهودها ومساعيها من خلال المحاولة المستمرة حتى يتحمل المجلس المسؤولية المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني كاملة، غير محتشمة ولا مترددة ولا مبتورة. من هذا المنظور، فإن المستوى الأول من الأولويات يحتم علينا كجامعة اتخاذ إجراءات عملية وتكثيف جهودنا الجماعية من أجل وقف حمام الدم والإبادة الجماعية ووضع حد للجرائم متعددة الأنواع والأصناف التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. في هذا الإطار، وبتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فإن الجزائر التي جعلت من القضية الفلسطينية شغلها الشاغل وعنوان جميع تحركاتها منذ انضمامها لمجلس الأمن، ستواصل جهودها ومساعيها، وستكرر المحاولة تلو المحاولة حتى يقوم هذا المجلس بتحمل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني كاملة، غير محتشمة وغير مترددة وغير مبتورة. وأبرز القرارات المنبثقة عن هذه الدورة بخصوص القضية الفلسطينية، تثمين وزراء الخارجية العرب لجهود الجزائر في متابعة تطورات القضية العادلة في مجلس الأمن، ووقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار، وكذا دعم دولة فلسطين في طلبها للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. في موضوع آخر، وقصد تحقيق الأمن الطاقوي، تسعى الجزائر لتنويع الاقتصاد الوطني وتطوير النسيج الصناعي والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، وهذا من خلال البحث واستكشاف موارد طاقوية جديدة. نقف اليوم عند المشروع المدمج المتكامل لاستغلال وتحويل خام الفوسفات التابع لمجمع سوندراك ببلاد الحدباب تبسة، مشروع بأبعاد استراتيجية تعززه اتفاقية مع معهد المناجم لتطوير تقنية استغلال وتخصيب الفوسفات. يقول عبد الرحمن شبح: هنا بمنطقة صفصاف الوسرة وعند الحدود الجزائرية التونسية، تشرف مديرية أنابيب الغاز إنريكو ماتيي التابعة لمؤسسة سوناتراك على نقل ملايير الأمطار المكعبة من الغاز الطبيعي سنويا صوب إيطاليا. مديرية النقل أوريكو ماتيي هي جزء
كبير أو لا يتجزأ من شبكة النقل التي تنقل الغاز الطبيعي من الصحراء الجزائرية إلى زبائننا في إيطاليا وغيرها. عندنا قنوات أو قنوات تصدير عبر المنطقة الشرقية، وكذلك عندنا قنوات تصدير عبر المنطقة الغربية، وهذا يدخل دائما في إطار ديناميكية سوناتراك بأنها تلبي حاجيات زبائنها كمورد موثوق. وبذات المنطقة تراهن مؤسسة سوناتراك على إطلاق مشروع لإنتاج الفوسفات المدمج المتكامل ببلاد الحدبة ذات الاحتياطات الضخمة بمعدل 10 مليون طن سنويا، ضمن ما يتوافق واستراتيجية الدولة في تنويع المداخيل. عندما تنتهي الدراسة وهي في النهاية، ثم سوف نلتقي إن شاء الله في أقرب وقت في بناء المشروع الذي سيعود بالمنفعة على المنطقة وأولا على الجزائر، حيث سنرفع من قدراتنا الإنتاجية من الأسمدة الفوسفاتية وكذلك اليوريا، حيث هناك إنتاج اليوريا في هذا المشروع، ويكون هناك يعني فرص عمل. شركة سوناتراك وبإبرامها لاتفاقية مع معهد المناجم تهدف إلى الوصول إلى عمليات مبتكرة تعتمد على تقنيات حديثة لاستغلال وتخصيب الفوسفات انطلاقا من الخامات المستخرجة. بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، عين أمس وزير الاتصال محمد العقاب مسعود الغم رئيسا مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلف لسهام درارجة. مراسم التعيين جرت خلال الجمعية العامة للمؤسسة في دورة استثنائية بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة. اختتمت أمس فعالية الدورة التكوينية الخاصة بالصحفيين الرياضيين والتي نظمتها وزارة الاتصال بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين، حيث عرفت الفعاليات تسليم شهادات للصحفيين الذين شاركوا في الدورة وعددهم 50 صحفيا من القطاعين العام والخاص. كما أشرف وزير الاتصال على تكريم مؤسسات إعلامية. وبالمناسبة أكد وزير الاتصال على أهمية الدورة وضرورة تجسيد ما تلقوه من معارف على أرض الواقع، للإشارة فإن الدورة أشرف عليها خبراء متمرسون في الإعلام الرياضي. أنا الذي يهمني أكثر هو أنكم تنقلوا هذه المعارف التي تعلمتوها إلى زملائكم في القنوات المؤسسات، والأكثر من هذا أنكم تطبقونها عمليا، ونتمنى أننا في القريب العاجل نلمس ثمرة هذا التكوين اللي درناه حتى تشجع الوزارة على مواصلة هذه العملية. استقبل أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرف المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سيد شودونيو، وخلال اللقاء تباحث طرفان سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر ومنظمة فاو، حيث عرض وزير الفلاحة استراتيجية الجزائر في التنمية الفلاحية والريفية الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وغيرها. السيد شودونيو بدوره أشاد بالمجهودات المبذولة من طرف الجزائر في إطار تعزيز التعاون جنوب جنوب. سمحت لنا الفرصة باش نعرض برنامج استراتيجي يعني للجزائر، لا سيما في الأمن الغذائي، وكيف يعني نوضع البرامج بالتحولات المناخية اللي معروفة حاليا لتمس كل البلدان، ووضع يعني الأنظمة يعني الناجعة لكي التنمية الفلاحية تكون في المستوى متطلعات الجزائريين. إذا راح نستفد من تجربة لفهم المرافقة تاعهم بالخبراء تاعهم. لدينا تعاون حقيقي مع الجزائر، علينا أن نعمل معا وبجهد لإنتاج المزيد من الأغذية والمزيد من الأغذية الصحية، خصوصا من أجل شهر رمضان كي يكون دون أي هدر للأغذية. بغية تمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم خلال شهر رمضان في ظروف جيدة وبأسعار معقولة، يتواصل فتح أسواق جوارية تضامنية عبر العديد من ولايات الوطن مع تكثيف الخرجات الميدانية لفرق الرقابة، إجراءات اتخذت لمحاربة المضاربة وكسر سلسلة الاحتكار. يقول عبد السلام حبس: عدم احترام الشروط الحسنة للتصنيع وعدم احترام الشروط الحسنة للتخزين اللي أثر على سلامة وأمن المنتوج اللي قادر يتلف ويأثر على صحة المستهلك. احنا هذه لجنة رقابة مشتركة رانا نعملوا ونخرجوا في إطار محافظة على صحة المستهلك.
هي خرجة ميدانية بإحدى وحدات إنتاج المواد الاستهلاكية السريعة التلف للوقوف على مدى احترام معايير الجودة وظروف التخزين حماية للمستهلك. ومن مصانع الإنتاج تنقلنا بعدها إلى إحدى الأسواق الجوارية ببيرتوتا للوقوف على مدى احترام شروط بيع وعرض وتسويق هذه المنتجات. منتوجات كاين، خير كاين، ما يكذبش على نفسه، بلادنا تاع خير. كل حاجة راهي قانونية تمشي مع الدرك الوطني، كل حاجة راهي في بلاصتها. دوك هنا دوك مادام الدرك هنا والأميدور تقدعوا كي تجي تلقى حاجة، كل حاجة في 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 واه. مبادرة من شأنها مكافحة المضاربة في الأسعار واحتكار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. تقوم الفرقة بمعاينة جميع المخالفات والجرائم المرفوعة، كما تقوم بتحرير محاضر مخالفات ضد المعنيين ومتابعتهم بمحاضر ترسل إلى السلطات القضائية. الهدف هو الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك لا أكثر ولا أقل، من ناحية الصحية بطبيعة الحال. بالنسبة أيضا للخرجة الميدانية لمراقبة الأسواق، ما تنساش أيضا في أسواق جوارية، إن تعلق الأمر بالأسواق الجوارية الواحد وعشرين المتواجدة على مستوى 14 مقاطعة إدارية تابعة لولاية الجزائر العاصمة، وين ساهم فيه مساهمة كبيرة من طرف المتعامل الاقتصاديين اللي هما يفوق 500 متعامل اقتصادي بشتى أو بمختلف المنتوجات. غرس الثقافة الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطن مجهودة تحرص عليها الدولة لضمان صيام شهر رمضان الكريم في أحسن الظروف. دوليا وفي مستجدات الوضع بغزة، استشهد 17 فلسطينيا وأصيب العديد بجروح في غارات صهيونية على منازل المدنيين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط القطاع. كما استقبل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة جثث 5 شهداء و18 مصابا جراء استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين كانوا بصدد انتظار المساعدات الإنسانية قرب دوار النابلسي غربي المدينة. بالموازاة مع ذلك يزداد الوضع الإنساني تدهورا، حيث ارتفعت الحصيلة المعلنة لشهداء المجاعة إلى 20 في مستشفيات وسط وشمال القطاع نتيجة سياسة التجويع التي ينتهجها الكيان منذ بدء عدوانه على قطاع غزة. هذا ودعت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الاحتلال الصهيوني، منبهة إلى أن طلبها قد يكون الفرصة الأخيرة المتاحة للمحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني. ختام النشرة بعبقية ثورة التحريرية المجيدة. ثورة ألهمت ثائرين المتحررين من بطش الاستدمار الغاشم وصارت ثروة أدبية بلغات العالم تلهم الكتاب. ثورة ألهمت أيضا الدكتور محمد رضا زائري الذي لخص مسار 70 شخصية في ذكرى 70 لثورة التحريرية باللغتين العربية والفارسية في مؤلف قيم أهدي للسيد رئيس الجمهورية من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. حنان بوري وتفاصيل. الجزائر بتاريخها المرصع بثورة التحرير الخالدة وبشخصيتها البارزة في الساحة العالمية مصدر إلهام ومحط اهتمام المفكرين والمؤلفين من كل أصقاع العالم. محمد رضا زائري واحد منهم. هو دكتور في الإعلام الديني ورئيس تحرير جريدة همشري، أكبر الجرائد انتشاراً في العالم باللغة الفارسية، والمستشار الثقافي بسفارة الجمهورية الإيرانية في الجزائر. هو مؤلف كتاب 60 سنة من العلاقات بين الجزائر وإيران. فكرة الكتاب في البداية كانت فقط قراءة 6 عقود من العلاقات. بعد ما بدأنا بتأليف الكتاب وعرفت أنه سنة 2024 سيكون 70 الفاتح من نوفمبر، فخطر ببالي أنه نختار 70 شخصية جزائرية من القامات كبيرة والشخصيات المشهورة لنعرفهم للشعب الإيراني باللغة الفارسية.
الكتاب بفصوله الثلاثة أريد له أن يكون جسرا ثقافيا للتواصل بين النخب الفكرية بين البلدين وتخليد لرمزية الثورة التحريرية. أنا لما كنت صغير انتصرت الثورة بإيران كنا نشعر بأن الثورة الجزائرية هي الملهمة للثورة الإيرانية، فكنا دائما نسمع عن النضال الجزائري وضد الاستعمار الفرنسي ونقرأ الكتب، كتب من جميل أبو باشا، من أفضل الجهاد لعمر أزقان، كثير كتب كانت تترجم بالفارسية عن الثورة الجزائرية والرجل الجزائري والمرأة الجزائرية والثورة الجزائرية والشخصيات الجزائرية، كانت دائما تقدر وتكرم بإيران. شعوري أنا شخصيا أن الجزائر له تراب وله أرض لا يخضع. 70 شخصية أرادها المؤلف أن تخلد الذكرى 70 للثورة التحريرية المجيدة. نشراتنا تمت مشاهدينا، يومكم موفق، والسلام عليكم.